يلتحق بالأوروبي والأمريكي يشير كذلك لهذا المنخفض الجوي الأطلسي، بإذن الله سوف يؤدي الأمطار وعودة أمطار الخير إلى المملكة. أمطار حاضرة إن شاء الله على وجدة وبركان وتاوريت والدريوش الناظور الحسيمة إيساقن شفشاون وتطوان وكذلك قرية بو محمد وفاس مكناس والخميسات والرباط وبن سليمان وكذلك الدار البيضاء القارة برشيد سطات خريبكة واتزم البروج زوج شيخ بني ملا قلعة استرغنا بن قرير وتونفيت ميدلت وأمطار وتلوش حاضر على مرتفعات إفران سكوير مدز وميسور. أمطار وتلوش قوية غزيرة محليا سوف تضرب المملكة على بعرفة وبعنان وكذلك عين غوطة الحاج وكيكوخ نيفرا وبني ملال وتلوش كثيفة على ميدلت وتونفيت وأسر وتينغير وأزيلة وأكادير بوحشيبة وأوكيم دين. أمطار عاصفية قوية على بني ملال وقلعة استرغنا البروج واتزم خنيفرة وخريب قاس كورة ممتاز وتهلا فاس مكناس قرية أبو محمد وكذلك وزان إيساقن وتاوريت وقرسيف وجرادة ووجدة وبركان الناظور. أمطار عاصفية وقوية سوف تشهد المملكة أمطار كذلك معتبرة وتروج على ميدلت وكيكوطة الحاج. فهذه توقعات النموذج الأمريكي الذي صدر قبل قليل، فوالليل حمد ما زالت التوقعات ثابتة بدخول أمطار الخير إلى بلادنا المغرب.